السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟ طيب الحمد لله. الحمد لله. كنت عايز اسأل حضرتك على سؤال كده. اتفضل. انا بشتغل في تصميم شعارات لشركات وكده، اللي هي اللوجوهات بتاعتهم. ومن فترة كده كلمتني يعني شركة هي تبع اكسسوارات، يعني زي يعني ايه شنط وحذاء والكلام ده كله. فبعد ما تمينا العقد واتكلمنا وخلاص اتفقنا، اكتشفت ان هما بيعملوا او بيبيعوا اللي هي زي ادوات جنسيه كده. انا دوله، انا شركه امريكيه يعني. فايه ايه حكم الوظيفه ديت يعني؟ يعني انت بتشتغل في امريكا ولا في مصر؟ لا في مصر. ما عملك بالضبط؟ بعمل شعارات للشركه. شعارات ترويج للشركه. الشركه بتبيع هو الايقونه بتاعت الشركه بس. ايوه. الشركه تبيع اشياء طيبه ولا اشياء خبيثه في الجمله؟ يعني 90% بتبيع اشياء طيبه، يعني مثلا زي ادوات منزليه كده بس. بس في جزء منها بيبيع، وفي اللي هو اذا كان الغالب كما ذكرت فلا باس ان تروج للشركه اذا كان 90% منها عمل مباح. شكرا.